السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي الكرام، معكم أونيزوكا من قناة وهاي أوتاكوديس. اليوم في انطباع الحلقة الخامسة من الموسم الثاني لأنمي الهجوم عن العمالقة، حلقة جيدة على العموم انفتحت على مشهدين رئيسيين. هيا بنا لنكتشف أهم مجريات هذه الحلقة. إذا تبدأ الحلقة بظهور المشهد الخاص بكل من إيرين وميكاسا وكذلك أرمين اللذان يتوجهان إلى القاعدة حين يلتقيان هناك براينر، والغريب في الأمر هو أن كريستا مفقودة. إذا كريستا مفقودة إلى جانب كل من يمير وداز، وهنا يظهر لنا المشهد الخاص بكل من يمير وكريستا حيث داز مصاب بإصابات جد بليغة وتخبره بأن تتركه هنا حتى يستطيعان النجاة وإلا سوف يموتون بثلاثتهم هنا. إذا تتحدث يمير عن فلاش باك خاص بكريستا حيث أنها كانت مهددة بالقتل، وكانوا بعض رجال الدين التي استمعت إليهم كريستا في فلاش باك حينما كانت في أحد الكنائس تبحث عن شيء لتأكله، وصدفت دخول أحد رجال الدين فقامت بالاختباء واستمعت إلى المحادثة التي دارت بينهم، وكانوا يتحدثون عن إمكانية ترك كريستا على قيد الحياة إن اختارت أن تقوم بتغيير اسمها وأن تعيش متخفية عن المعارف التي يعلمون بحقيقتها. إذا هنا إيرين حينما قرر الذهاب للبحث عن كريستا ويمير ينضم إليه باقي الأعضاء، ونعود إلى المشهد السابق الخاص بالحلقة السابقة حينما تحولت يمير إلى عملاق. ما الذي حدث؟ كما ترون قامت بالاشتباك مع العديد من العمالقة، ونظرات الدهشة تعتلي وجوه الآخرين. هل يمير هي أيضا عملاق؟ كيف يمكن لهذا أن يكون حقيقي؟ والصدمة كانت قوية بالنسبة لرينر، حيث إن تذكرون الفلاش باك الذي ظهر عن رينر في طفولته وهو عن أحد العمالقة ويلتهم أحد أصدقائه، لا نعرف من هو بالضبط، حينما كان إلى جانب بيرتلود. الغريب في الأمر والصادم هو أن هذا العملاق هو يمير، وكما ترون على الشاشة، ورينر ما زال تحت أثار الصدمة ولا يعرف ما الذي يحدث هنا. وهنا تظهر لنا كريستا التي تحاول مساعدة يمير وتخبرها بأن لا تفكر في الدفاع عن القلعة بل أن تنجو بحياتها، فهي الشخص الذي تقول للآخرين أن لا يحاولون الموت بروعة. وهنا كما ترون الرهب العمالقة، رعب وخوف ووحشية في القتل بدون رحمة. ولدينا أيضا حينما ظن الكل أن انتهى أمر يمير، وحينما رأوها تلتهم من طرف العمالقة تتدخل هنا كريستا وتخبرها بأنها لم تخبرها باسمها الحقيقي بعد. وفي لقطة جد حرجة يظهر أحد العمالقة من تحت الأنقاض أمام كريستا، نظرة الخوف تعتلي وجهها، ولحسن الحظ تظهر ميكاسا في مشهد رائع جدا وتقوم بإنقاذها رفقة فيلق الاستطلاع الذي تدخل وأنهى الأمور هنا وتظهر لنا في لقطة هنا يمير التي ترونها أجزاؤها كلها مقطعة وإصابات جد بليغة بسبب التهامها من طرف العمالقة، وتخبرها كريستا باسمها الحقيقي الذي صهر رجال الدين على إخفائه وهو اسم هيستوريا. هذا الاسم له دلالات عميقة جدا في القصة، انتظرها في قادم الحلقات وقادم المواسم. وهنا انتهت حلقة اليوم متابعي الكرام. كانت حلقة على العموم حلقة جيدة، لم تكن كالحلقة السابقة صراحة، الحلقة السابقة كانت حلقة جد مثيرة وحلقة مشوقة. الانيميشن كالعادة استوديو الخاص بشينجيكي نو كيوجين استوديو خيالي في كل ما يخص الانيميشن والساوند تراكس إلى غير ذلك. إذا بخصوص تدفق القصة، ما زلنا لم هناك رؤية ضبابية عن هوية كريستا، من تكون كريستا ولماذا حاولت إخفاء اسم هيستوريا وما دللت هذا الاسم في قصة الهجوم عن العمالقة، هي أسئلة سوف تجاب حتما في قادم الحلقات. إضافة إلى ذلك، ما الذي يجري مع الطاقم الآخر الخاص بليفاي وكذلك رجل الدين الذي رأيناه يأخذونه معهم؟ لم نرى بعد أي جديد عن الحملة التي يقودها إيروين سميث، في حد الآن اقتصرنا على مشهدين وهو مشهد
يمير وكذلك مشهد القاعدة التي موجود بها إيرين حاليا. لدينا داز قد تم إنقاذه بعدما قامت يمير بجلبه، والمرجح في الأمر أن يمير قد تحولت إلى عملاق حتى استطاعت القفز من ذلك التل العالي وإحضار داز بسرعة حتى يتم إنقاذه، لكنه رأيناه تحت يعني رعب وخوف، ولا نلومه فقد واجه مصاعب ومواقف لا يحب أن يواجهها أحد. إذا هنا يتوقف فيديو اليوم متابعي الكرام، أتمنى أن أكون قد لخصت الأحداث المهمة وأنني كنت في حسن الظن. كالعادة إن كان لديكم أي تساؤلات أو إضافات فلا تسترضوا بوضعها أسفل الفيديو في التعليقات. ألقاكم في انطباع المانجا في الأسبوع القادم أو الأيام القادمة على حسب موعد صدور الفصل رقم 99، وإلى ذلك الحين كونوا في الموعد.